مش عارفه اقول لك ايه صراحه. المهم ان احنا لحد دلوقتي يا جماعه انا محدش سمع ان انا بقول عنه حاجه. هو طلعني مريضه، طلعني انا كنت متجوزه وهو ما يعرفش، عمل كل حاجه، طلعني مزوره، عمل كل حاجه تغطي على الحاجه اللي عنده اللي هو مش عايز حد يعرفها، اللي انا برضو عرفتها. بس فانا لو النهارده اتقال لي الضابط بتاع النجده ان انا اتطلقت، فلو انت طلقت علشان القضيه اللي انا رفعتها بتاعه الطلاق، لو جالك، لو انت عرفت ان انا رفعت عليك قضيه طلاق ليه وانت طلقت النهارده عشان تلحق قبل ما تتعرض على القضية ديت او قبل ما تشوف ايه اللي هيحصل فيها، فانا خلاص ما بقاش في سر. انا عايز اعرف، لو انت طلقت عرفني عشان اطلع اقول للناس السبب اللي خليك تيجي تخبط على الباب وتقول انا عايز دي من 3 سنين انت الجيران بس في شفارت. الكومنتات فيها كمية حياة. بنت الجيران بتسيبش فرد اللي سجدت شكر لله وعملت كل الحاجات دي، السبب بقى اللي انت لبسته لها، انت جيت وقلت انا عايز اخطب واحدة بنت ناس، عشان انت قبل كده اعترضت على واحدة اللي ما كانتش بنت ناس من تفكيرك، يعني انت كنت مستوعب ان هي مش بنت ناس او ايا كان. بس احنا في الاول وفي الاخر يا استاذ، يا جماعه الموبايل سمع المشكله بتاعي ولع. مين اللي وقف لها اللايف؟ انا خلاص انا موجوده. اللي هي الكومنتات فيها كل حاجة، انا مش محتاجة اقول. ما علينا يا جماعة، ما علينا دلوقتي كده. كويس الدنيا ماشي، مفيش مكالمات والله، الموبايل بس ولع من الخضة. المشكلة ان انا بنسى. تحية للكويت.